السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه لمواليد برج الجدي. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر وانت خير المبشرين كله. برج الجدي النهارده 22 ديسمبر، ده تاريخ القراءه بتاعتك، تاريخ الفيديو عشان مصداقيه قناتك، ودي توقعات الايام اللي جايه. مطلوب منك ان انت لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيع اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا اللي عليها العلاج باذن الله، اللي هيكون شافي لحياتك. ونشوف مع بعض توقعاتك وايه الاحداث الجديده اللي هتحصل الايام اللي جايه. بسم الله ما شاء الله. لا خلاص، حب يعني حان وقت ان انت ترتاح، بس عندك طاقه تفكير من تقلب الشريك اللي في حياتك او من تقلب الامور. في هنا اول حاجه اعتذار، وفي مراجعه امور. بس اول شيء انت هيكون عندك اعتذار الايام اللي جايه، في حد هيعتذر لك او انت هتعتذر لحاجة، الله اعلم. في اعتذار وفي كلمه اسف هتتنطق عندك. في هنا كمان حد بيتجاهلك، حد ما بيتكلمش معاك رغم ان انت كنت كويس معاه، وبتسال نفسك طب هو اتغير ليه فجاه، هو ليه بقى كده رغم ان انا كنت كويس جدا معاه وكنت حابب له الخير. في هنا كمان ترتيب امور، هترتب امورك، هترتب مسؤولياتك، هترتب الحاجات الجديده في حياتك. عندك هنا كمان هروب من الموضوع اللي شاغل بالك، هروب علشان الفتره دي عندك بعض المشاكل. عندك راجل كبير مش جاي في صفك خالص، جاي عليك، وطبعا دي حاجه مضايقاك، وبرضه بتساله انا عملت لك ايه، انا كنت كويس جدا معاك. فانت عندك اسئله، خلي بالك. ودايما اقول لك ان انت نجمه خفيف، ومعنى ان نجمة خفيف معنى ان انت بتلاقي مشاكل بتجيلك من غير اي سبب وبتتوزع على حياتك بشكل كبير. اليومين دول حرفيا انت عندك انقباض في قلبك من خطوة خايف تكملها او خايف تعملها، خايف ان انت تقرب من الخطوة دي، وعشان كده عندك خوف اليومين دول. عندك كمان يعني على قد ما انت متوتر وحزين، على قد ما انت هتاخد طاقة حلوة، وهتزيد برضو مسؤوليتك. بس هيجي لك خبر حلو الايام دي لو انت منفصل عن الشريك. عايز اقولك ان في طريقة مفتوح قدامك في مجال عملك، في مجال حياتك. الطريق ده هيكون سند لجميع اخبارك، لجميع امورك اللي انت فيها. الفترة دي انت حاسس بالحيرة، حاسس ان انت ما عندكش قرارات بتكمل، مش قادر تاخد موقف، مش قادر تاخد قرار، مش قادر تعمل اي حاجة الايام دي حرفيا. وعشان كده هتلاقي التعويض اللي هيعوم على حياتك. ولو انت عندك كركبة في تفكير، كركبة في مواضيع، دي فترة وهتعدي، ما تشغلش بالك علشان كلها ايام وهتعدي وهتحصل على الخير اللي انت مستنيه. بص يا برج الجدي، اخبار حلوة هتجيلك الايام اللي جايه. انا عارفه ان انت الفتره اللي فاتت دي كنت مرهق، كنت كسلان، كان عندك شويه امور في الماضي بس كنت قافل عليها. الايام اللي جايه هيكون عندك امور حلوه، هتطلع نفسك من الطاقه السلبيه اللي مأثره على الحاضر بتاعك. مشكلتك يا برج الجدي ان الحاضر بتاعك الماضي مأثر عليه بطريقه رهيبه، وده طبعا مشكله عندك مخليك متضايق ومخنوق. في امور حلوه جدا جايه لك بفضل ربنا، بس عايزه اقول لك على حاجه، انه في سر هينكشف قدامك الايام اللي جايه، وهتعرف مين صاحبك ومين عدوك. اكتشفت خيانه يا برج الجدي، اكتشفت خيانه، اكتشفت حاجات ضايقتك. شايفه كمان ان انت هنا عندك الم ومحتاج راحه، عندك الم في رجليك، الالم بيزيد، انت محتاج شويه راحه يا برج الجدي، ومحتاج ان انت تهتم بصحتك شويه. قلبك مكسور وحزين من بعض الناس اللي اديتهم ثقة، من المقربين، من اللي من دمك ولحمك، اللي ما لقيتش فيهم سند ولا عوض من عند ربنا. بس عايز اقولك، بعض مواليد برج الجدي متشائمين بسبب التوتر. لا، برج الجدي انت عندك انطلاقة حلوة، بس زي ما قلت لك انت محتاج شوية راحة وتبعد عن الضغط النفسي اللي مأثر عليك بطريقة رهيبة. ابعد عن الضغط النفسي. ضحيت كتير يا برج الجدي، ضحيت كتير جدا، بس اليومين دول ناوي تاخد خطوة لقدام، وناوي تطلع من اللي انت فيه بإذن الله. برج الجدي اليومين دول ناوي يحرر نفسه من كل القيود اللي مخليه قافل على نفسه، وبيتعامل مع الناس بورقة وقلم. اليومين دول أغلب المواقف يا برج الجدي هتخليك تخلي بالك كويس جدا من أعمالك وتتعامل بطريقة مختلفة. برج الجدي، بص يا برج الجدي، خلي بالك من شخص غايب عنك، هيرجع لك.
وانت اللي هتقرر. عندك بعض القلق وبعض التوتر الفترة دي بسبب تجارة، بسبب ان حاسس انه ما عندكش استقرار، بس الفترة الجاية هيكون فيها تحسن. عايزاك تحذر من انسانة بيضة، ما تديهاش سرك ولا تعرفها خطواتك علشان هتندم، لانه في ناس بتراقبك بخبث وناس عايزة تاخد اللي معاك، وشايفة كمان ان الفترة الجاية هيوصل لك فرحة تفرح قلبك من شخص عندك من في العيلة. شايفة كمان انه في حد بيتكلم عليك وهيجي لك وهيطلب منك مساعدة الايام اللي جاية، خلي بالك وكون حذر. جاي لك حظ الايام اللي جاية يا برج الجدي، بس ليه شكاك يا برج الجدي؟ ليه شاكك ومخنوق؟ ليه حساك متضايق وتعبان من بعض التوتر؟ الامان اللي انت مستنيه وبتدور عليه هتحسه خلال كام يوم مع شخص مميز في حياتك، وهيرجع قلبك يفرح من جديد. وعايز اقول حاجة للعزاب، انتوا عندكم امور حلوة، بس عايز اقول حاجة كمان، انتوا عندكم عقبة واقفة في وشكم. العقبة دي واقفة لكم في وش جوازكم، في وش حياتكم، ومهما تضحوا برضو العقبة دي واقفة لكم. عندك احتمالات يا برج الجدي انه في شخص هيرجع لك الايام اللي جاية مختفي بالفعل، عشان هيوصل لك خبر من ناحيته، شخص المختفي عنك بقاله مدة هيوصل لك خبر، وهيبقى في موضوع جديد هيتفتح قدامك باذن الله. بعض مواليد برج الجدي حاسين بالكسل والخمول، وفي اشخاص بيضايقوكم يا برج الجدي وبيتكلموا عليكم في ظهركم. احذر وخلي بالك من بعض الاشخاص اللي في حياتك ومركزين تركيز غريب، يعني مركزين مش عارف عايزين منك يا برج الجدي، غيرانين منك. برج الجدي عندك اشاره بتتكرر معاك، في نفس الوقت هيكون عندك مقابلة مع شخص بينك وما بينه علاقة قوية جدا الأيام اللي جاية. اليومين دول انت بتفكر تشتري أرض، تشتري عربية، تغير العتبة بتاعتك، صح؟ عندك نقلة جديدة برج الجدي. برج الجدي انا عايزاه يفرح. برج الجدي ناوي على نقلة جديدة او ناوي يطلع من اللي هو فيه، وبالفعل هيحصل على اللي هو عايزه بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. في مكالمة هتجيلك الفترة اللي جاية دي، مكالمة بينك وبين شخص، وهتريح قلبك وهتصرف الشك والخيانة اللي حاططها في دماغك يا برج الجدي. انا عارفة ان الفترة دي فيها شوية ضغط عليك، شوية ضغط نفسي، بس كل حاجة بفضل ربنا هتتحسن. بص يا برج الجدي، قدامك طريق سفر وانت ناوي عليه او ناوي تطلع من اللي انت فيه، وبالفعل هتناوي وهتطلع. في حد بيراقبك، لاما انت بتراقب حد لاما حد بيتجسس عليك، في مراقبة عندكم انتوا الاتنين. شايفة كمان انه في صفقة الايام اللي جاية، خلي بالك، بس هتلاقي مواجهة بينك وما بين حد عزيز على قلبك، خلي بالك. انت ناوي تغير حاجة في ارض بيتك، وبالفعل هتغيرها باذن الله، علشان عندك اخبار سارة. برج الجدي شايفاك محتار اليومين دول ومتردد في قرار مش عارف تاخده، وكمان بتحاول تعدل من الوضع بتاعك، وبتحاول تعمل اقصى جهد عشان توصل لتحقيق هدفك، لعشان عندك استقرار وعندك طاقة جديدة، وكمان هتضيع الوقت اللي هو ملهوش لازمة في حياتك. فبعض مواليد برج الجدي عندهم طاقة جديدة ونقلة جديدة، وكمان مشروع هيلاقوا فيه التحسن ومش هيأسوا. انت اجمل ما فيك يا برج الجدي ان انت ما بتيأس، لما بتقع بتقوم، بتقع بتقوم، ودي احلى حاجة فيك. الناس بتتكلم عليك يا برج الجدي وبتقول عليك ان انت بتاع مصلحتك وان انت شخص مش كويس، بالعكس هم ما يعرفوكش كويس فعشان كده بيتكلموا عليك، فدي حاجة ما تزعلك، انه احسن ان هم ما يعرفونيش. فترة التردد والحيرة دي هتاخد فيها القرار اللي هتاخده وهيكون صح. حواليك مشاكل، بلاش تدخل نفسك فيها علشان ما تتعبش نفسيا، علشان انت هتكتشف سر، والسر ده هيخلي قشوش كتيرة جدا مزيفة حواليك تعرفها على حقيقتها. بص يا برج الجد، ربنا هيجيك خير، المشروع اللي انت ناوي عليه هيكمل. وشايفة كمان الاشتياق واللهفة اللي عندك دي، ربنا هيجمعك بمن تحب. الصداع اللي بيجيلك ده سبب، والعيون اللي مش سايباك في حالك، التوتر والحيرة ده بسبب ان انت بتفكر بطريقة رهيبة يا برج الجدي. شايف انت حيران في موضوعك في حياتك، حاسس ان حياتك متلخبطه ومفيش بعض المواضيع اللي بتكمل. لا يا برج الجدي، انت بس عشان مهموم ومخنوق ومش شايف قدامك حاجه، فبالتالي حاسس ان كل البيبان مقفوله. لا، انت عندك انفراجه وعندك شغل جديد، او انت ناوي على حاجات جديده.
برج الجدي اللي موديك في داهية هي طيبة قلبك، رغم ان انت اتظلمت في حياتك كتير جدا من بعض الاشخاص، لكن احسن حاجة فيك ان انت على طول بتقول انا معايا ربنا احسن من اي حد، انا ربنا اكيد عارف ان انا مستحملت ضغط نفسي واستحملت مسؤولية من زمان، فاكيد ربنا هينصرني في بعض الامور باذن الله، وبالفعل ربنا هينصرك في بعض الامور، وكمان هيخليك متفوق عن اي حد رغم القلق والوقف الحالي اللي عندك، لكن هيكون عندك نصرة في امورك هتخليك متميز باذن الله. انا عارفه ان انت مش مرتاح الفتره دي بسبب الضغط النفسي اللي عليك، بس ما تقلقش، هيوصل لك فلوس هتسد بيها بعض الديون اللي عليك، وشايفه كمان ان انت هيكون عندك رجوع حق الايام اللي جايه، وهترجع تستعيد ثقتك في نفسك من جديد وتحسن بعض الانطلاقات اللي عندك. في اشخاص موجودين في حياتك انتبه منهم وخلي بالك، علشان عايزين يوقعوك في فخ، فخلي بالك واحذر. في امنيه عندك الايام اللي جايه هتحصل باذن الله يا برج الجدي. برج الجدي، برج الجدي، انت اليومين دول بتطلع نفسك من الطاقه السلبيه وبتحاول توازن امورك بشكل ايجابي، وشايفه كمان ان انت طالب طلب من ربنا، والطلب ده دعيته وربنا استجاب ليك باذن الله، بس خليك متمسك بارادتك وخليك متمسك بنفسك. عندك كمان مناسبه حلوه يا برج الجدي الايام اللي جايه، هتصدر في المناسبه دي امور حلوه، وهتحاول تطلع الحاجه الحلوه اللي جواك، بس عايزاك تكون هادي وما تكونش منفعل، كون هادي وما تكونش منفعل، علشان الفتره اللي جايه هيكون فيها تحسن وفيها اخبار حلوه. بس عايزه اقول لك يا برج الجدي ان مهما تروح ومهما تيجي في ناس مركزه في حياتك ومش سايبينك في حالك، البومه اللي قاعدالك مش وراها غيرك عايزه تعرف اخبارك، علشان هي حقوده، هي غياره، هي اصلا يعني كل اللي همها انت اكل ايه، شارب ايه، نايم عامل ايه، فانت لازم تاخد بالك. واوعى يا برج الجدي، اديني بقول لك واديني بنصحك وكل مره بنصحك علشان انا بحبك، برج الجدي اوعى تشمت حد فيك، لما تقع قوم، قوموا ما تشمتش حد فيك، علشان هم عايزين يشمتوا فيك، فلو انت وقعت وما قمتش انت كده نويت لهم اللي هم عايزينه. انت معروف عنك ان انت قوي، معروف عنك ان مفيش حاجة بتأثر فيك، رغم ان كل حاجة بتاخدها على اعصابك، بس بيتكلموا عليك بطريقة مش كويسة. فانا عايز اقولك يا برج الجدي ان انت عندك انفراجات وعندك خطوة جديدة، بس بلاش تكون مندفع شوية، وخليك هادي جدا، وبلاش العصبية في الموضوع اليومين اللي جايين، هتبقى في مواجهة، هترجع تتكلم، ومش عايزاك، مش عايزة اشوف حالة الندم، لأ، انا عايزاك تبقى هادي وتاخد كل حاجة بالراحة وبالراحة خالص، علشان خاطر ايه، تعرف تتكلم وتعرف تاخد حقك تالت ومتلت. هيكون فترة ايجابية باذن الله الايام اللي جاية، بس عايزة من حاجة من برج الجدي، عايزة يوقف تنازلات اكتر من كده، يعني بلاش تتنازل علشان عندك عزومة الايام اللي جاية. انا عارفة ان انت مكركب، ان انت متوتر بسبب الضغط، لأ مفيش حاجة اسمها كده، في ان كلها فترة وهتعدي، في ان انا ماشي في طريق وهنجح وهكبر وهدوس على كل اللي ظلمني ومخلانيش مرتاح في حياتي. انا عايزاك تدخل لنفسك الطاقة الايجابية وتبعد عن اي حاجة فيها طاقة سلبية. برج الجدي، انت عندك حرف الالف، حرف العين، الناس دي كانوا في حياتك واذينك، كانوا في حياتك واذينك، عملوا لك طاقة سلبية، رجعوا لك خطواتك لورا، خلوك تعيد حساباتك، الله أعلم. شايفة كمان إن أنت هنا ناس أكلت حقك وظلمتك وخرجتك من بيتك حزين ودمعتك على خدك، رغم إن أنت والله ما عملت لهم حاجة. عارف يا برج الجدي أنت مشكلتك إيه؟ مشكلتك إنك قلبك طيب، ولما بتتعرف على حد بتديه من غير مقابل وما بتعملش حدود، بتقول مفيش فرق، مفيش فرق، أنا وهم واحد، وده مشكلة كبيرة عندك يا برج الجدي. محدش عارف طيبة قلبك، هما بيتعاملوا معاك بطريقة مش كويسة، فأنا عايزاك تهدى كده وتهدي أعصابك الفترة اللي جاية عشان تدخل على الانطلاقات الحلوة بإذن الله. بص يا برج الجدي، في شخص بيراقبك الفترة دي، مركز عليك قوي، مركز في بعض تصرفاتك، وعشان كده ديني بقولك تاني خليك هادي، علشان انت صبرت كتير وما زلت لحد الان بتصبر، فعشان كده هيكون عندك فرج بعد الصبر والتعب اللي انت عانيت بيه الفترة اللي فاتت، وهتحاول تتجنب اي غلطة توقعك في اي فخ. شايفة كمان ان انت بتكتم حزنك اليومين دول وما بتطلعش اي ردة فعل،
هتاخد قرار في حاجه مهمه الايام اللي جايه وهتحسن من حياتك. انت يا برج الجدي اليومين دول مش مستحمل اي حاجه بسبب ان انت استحملت فوق طاقتك، فعشان كده هتدخل السعاده لقلبك من جديد. بس خلي بالك ان انت هتعاني من وجع الايام اللي جايه، بس هيكون في تحسن. الحمل اللي شايله لوحدك ان شاء الله باذن الله ربنا هيجازيك خير تمن الحلم اللي انت شايفه، بس عايزاك تخلي بالك من الاستغلال في بداية الايام اللي جاية. في شخص جديد هيدخل حياتك، هتبقى من صداقة وبعد كده هتتحول لحب وعلاقة قوية باذن الله. شايفة كمان ان انت هنا في شخص هيلومك على موضوعين هيضايقوك، بس خلي بالك علشان في رهان عليك وممكن يكسبوه لو انت اتعصبت. في خلاف عندك مع شخص اليومين الجايين هيبقى فيه صلح حلوة وهتبدأوا تلعبوا على الترابيزة من جديد، فلازم تخلي بالك وتتجنب أي خلاف. حصل عندك نصب في حياتك يا برج الجدي، حصل عندك نصب من شخص دخل عليك بطيبة وحب وحنان، أذاك وكسر نفسك وخلاك تعاني لدرجة ان انت اليومين دول من كتر ما انت بتكتم بتعاني من وجع في المعدة، عندك خوف غير طبيعي، مش حاسس بالفشل ومفيش استقرار. ليه يا برج الجدي؟ رغم ان انت عندك تحقيق هدف، بس العين والحسد مش سايبينك في حالك. على قناتنا التانية اللي مش عارف يوصل، اللي مش عارف يوصل على هتلاقوا اللينك في اول تعليق، واللي مش عارف يوصل يكتب لي تم وانا هبعت له القناة، هتلاقوا عليها جميع العلاج باذن الله يا برج الجدي. بص يا برج الجدي، لازم تاخد القرار خلال الكام يوم اللي جايين، علشان القرار ده انت هتبني عليه حاجات كتيره جدا الايام اللي جايه. القرار ده لو اتاخرت اكتر من كده انت اللي هتزعل، فلازم تاخد القرار، عشان بمجرد ما هتاخد القرار حياتك هتتحسن وامورك هترجع تتظبط، وكمان هتتقلب بشكل ايجابي بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. انت دايما متفوق، دايما متفوق، ودي اجمل ما فيه. بس اليومين دول عندك كميه انتظار في حاجه معينه في حياتك، يا ترى ايه هي يا برج الجدي؟ انت عندك كميه انتظار رغم ان انت عندك انفراجات حلوه الفتره اللي جايه، وهتكشف ناس على حقيقتها الفتره اللي جايه، وبلاش الكركبه والضيقه والخنقه اللي في حياتك. اليومين دول هيبقى عندك طفل جديد في العيله، شخص جديد في العيله، فتره من بعد راحه، فتره من بعد راحه. في شخص بعيد عنك من العيله، الفتره دي هيرجع لك وهترجع تلم من حضنك تاني. مين الست اللي بشرتها خمريه وعيونها واسعه ووشها مبطط في حياتك؟ بتتكلم عليك وعايزه توقعك في حاجه، علشان الست دي شريره، خلي بالك منها. انت عندك حسد رهيب وعندك سحر تفريق يا برج الجدي، وديني بقول لك على قناتنا هتلاقي علاج السحر باذن الله. في حضور مناسبة الأيام اللي جاية، وهتشوف أشخاص جديدة، وهتطلع كل القهر والظلم اللي في حياتك بفضل ربنا. عندك رزق وفير جايلك، بس مش عايزاك تكرر نفس غلطك مرة تانية. في شخص هيتعب عندك في العيلة، في شخص هيتعب عندك في العيلة، الشخص ده انت بتحبه جدا، بس بتقلقش، هي فترة وربنا هيشفهولك بإذن الله بفضل ربنا، فمش عايزاك تكون متضايق ولا مخنوق يا برج الجدي. بتعاني من بعض الألم في جسمك اللي مش عارف تلاقي له علاج، أنت محتاج فترة راحة، الأيام اللي جاية هتتفتح أمور قدامك. معروف عنك يا برج الجدي إن أنت روحانياتك عالية، وعالية جدا كمان، واللي بتحسه بيحصل على طول من غير تردد ولا من غير تفكير، فعشان كده بتخاف من أحلامك. بتخاف من احلامك قوي. شايفه كمان انه في خصام بينك وما بين حد، الخصام ده هيبقى فيه صلح الايام اللي جايه بفضل ربنا. بالنسبه للمتجوزين انتوا عندكم خبر حمل او عندكم نقله جديده بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. اليومين دول بالك مشغول بعده القرارات اللي في حياتك يا برج الجدي، كل ما تجيبها يمين تجي لها شمال، ناوي تطلع السلم وبالفعل هتطلعه، ومش عايزاك تكون متكركب ولا متضايق عشان انت كده كده طالع السلم. بس لما تيجي تطلع السلم يا برج الجدي لازم تطلعه بالراحه علشان توصل لهدفك ولحلمك، انت مش ناقص حسد ولا ناقص كلام كتير. بص يا برج الجدي، في شخص هنا بيحاول يحط ايده في ايدك في موضوع، وعشان كده هتبقى متردد انت الايام دي. وارجع واقول تاني، برج الجدي انت عندك نقله جديده من بيت لبيت، وعندك امنيه هتتحقق
بخطوه ايجابيه باذن الله، بس بلاش التسرع وخلي بالك من امورك، هتمشي طريق والطريق ده هتعديه، وهيجي لك خبر حلو كمان، وهيبقى فيه كمان امور حلوه، ده كمان هيكون عندك تحسن على جميع المستوى. مين الشخص اللي في حرفه الميم؟ حرفه ميم، الشخص ده هيبقى فيه بينكم كلام الايام اللي جايه، وخلي بالك من العتاب اللي هيحصل علشان خاطر قرارك انت اللي هتاخده، محدش هياخده معاك يا برج الجدي. فاحنا كده عرفنا ان الجدي الفتره اللي جايه هيكون عنده كلام وعنده حيره، فعشان كده لازم يستعيد بالصبر ويستعيد بالثقه بنفسه من جديد، ويحاول يشوف هو عايز ايه ويفعل اللي هو عايزه، وما يركزش على الطاقه السلبيه، ما يركزش على الطاقه السلبيه، ركز على الطاقه الايجابيه. حياتك هتعيشها مره واحده يا برج الجدي، وافتكر كلامي ده كويس، حياتك هتعيشها مره واحده، مفيش حاجه هتاخد منك اكتر من وقت. عندك هديه جايه لك في طريقك، ربنا هو السند يا برج الجدي، مفيش حد من العبد هو السند، وعشان كده هيكون كمان امورك فيها فتره ايجابيه. انت اليومين دول ناوي وخلال 3 ايام هيبقى عندك جبر خاطر، بس احذر من واحده مقربه من المقربين في حياتك يا برج الجدي. من المقربين في حياتك دي اعدالك على الفاضيه وعلى المليانه، واحلى حاجه فيك يا برج الجدي ان انت خرجت ناس من حياتك كانت علاقتك بيهم سامه وحاقدين، وكانوا دايما واقفين لك بينك وما بين تحقيق حلمك وتحقيق هدفك، لدرجه ان انت عانيت اشد المعاناه ومحدش حس بيك ولا حد قال لك مالك، كلهم كانوا بيتكلموا عليك بيقولوا بص المحظوظ وصل، بص المحظوظ عمل، ومحدش يعرف ان انت فيك ايه. بسم الله، الاخبار الحلوه هتبدا الايام اللي جايه، وهتسيطر على حياتك بشكل ايجابي. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك تغيير للافضل، وهيبقى عندك امور هتوضح بشكل ايجابي، فلازم تخلي بالك وتكون حريص وتوزع على نفسك الطاقه الايجابيه، وتركن الطاقه السلبيه على جنب، علشان في حد هيجدد لك السحر الايام اللي جايه، وعلشان ما يسيطرش، علشان ما يبوظلكش حياتك ويبوظلك خططك، عشان انت كل ما بتكون ناوي على تغيير يا برج الجدي بتحصل عراقيل. طب ما سالتش نفسك في يوم من الايام العراقيل دي بتحصل لي ليه؟ ما سالتش نفسك في يوم من الايام انا عملت ايه في حياتي مخلي العراقيل والمشاكل دي واقفالي؟ ده انت ما عملتش حاجه يا برج الجدي، بس النق والفقر اللي عليك مش سايبك في حالك، حواليك ناس خبيثه ومش حابين لك الخير، اذا كانت اخت او اذا كانت مرات اخ، دول قاعدين لك ومتربطين لك، لدرجه ان انت اليومين دول ناوي على التغيير وهم قاعدين لك، قاعدين لك وبص مش راضيين يسيبوك في حالك. الحب هيرجع يتولد في حياتك من جديد الفتره اللي جايه، والمنفصلين ممكن يكون عندكم رجوع او عندكم تغيرات او مكالمه جديده او حاجات معينه هتحسن من مزاجكم. فبرج الجدي انا شايفه ان هو هيكون متالق، بس انت مالك مهموم ليه؟ مش انا قلت لك ما تشيلش الحمل؟ لك رب قادر على كل شيء يا برج الجدي. يا برج الجدي وانت مش معروف ان انت بتستعيد بالصبر، بس انت عصبي يا برج الجدي ومش عاجبني اليومين دول، عصبي جدا بسبب ان انت مش عارف تعمل ايه، حاسس ان حياتك متلخبطه رغم ان عندك امور حلوه وفيها تحسن بفضل ربنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد يا برج الجدي، اهو اهو في خير عندك، والخير ده انت اللي هتوزعه بشكل كبير جدا جدا جدا، او في تغيرات حلوه هتفرحك هتحصل لك الايام اللي جايه. شوف انت منتظر ايه، بس من اول الفيديو انا قلت لك ان انت نجم خفيف، مجرد ما تتكلم عن الحاجه ما بتحصلش ابدا، وده بسبب السحر او بسبب العمل اللي معمول لك مشروب. انت عندك عمل مشروب في حياتك، مش اي عمل، العمل ده مشروب، عشان كده ما عندكش استكمالات في اي مواضيع، عندك حيرة ودوامة دومة دايما، وبتلاقي انتفاخ في المعدة، وجع في الجسم، والجسم متكسر ومش قادر تعمل اي حاجة. اول البداية بتكون فرحان بالحاجة جدا، وبعد كده بتحس بلخبطة الامور وبالعراقيل اللي ممكن موجودة واحدة ورا واحدة. لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعة، اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا اللي عليها العلاج، وتحياتي ليك، وانتظر توقعاتك الايام اللي جاية.